بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة اليوم راح تكون عن قانون أوم، وهي هتكون المحاضرة الثانية لطلبة الفصل الثاني معمل أس كهرباء. المحاضرة السابقة خذينا جزئية تتعلق بالأجزاء التي تتكون منها الدائرة الكهربائية. تعرفنا على مصادر الجهد اللي عندنا، وتعرفنا على المقاومات وأجهزة القياس التي سوف نستخدمها إن شاء الله في كل مرحلة معنا. ثم عندنا ثالث شيء اللي هي أو آخر مقياس اللي هو خذيناه في من ضمن المقاييس اللي هو المالتيميتر، يعني خذينا مصادر الجهد والمقاومات وأجهزة القياس اللي هو قياس شدة التيار وقياس مقياس الجهد ومقياس المالتيميتر اللي هو الأميتر، هنا أميتر وفولتميتر والمالتيميتر. اليوم راح نطبقه على قانون أوم. قانون أوم ينص على أن الفرق الجهد الكهربائي بين طرفي ناقل معدني يتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربائي المارة فيه، أي أن الآر شنو تساوي الفي على الآي. يعني عندنا الآر اللي هو يقصد به ريزيستنس المقاومة، والفي اللي هو الجهد متاعنا، والآي اللي هو التيار، ويرمز بالآي بالرمز A أو الوحدة القياسة، وحدة القياس التيار اللي هو بيش بالأميتر. أو وحدة قياس التيار بيش بالأمبير. راح ناخذ قانون أوم، ناخذ مصدر الجهد اتفقنا عليه يكون باتري، ثم عندنا المقاومة نجي نوصل هنا، عندنا مقاومة وعندنا مصدر جهد، ونبو اللي ناقص في المعادلة اللي هو الآي. نحن بنعرف التيار، يعني عندنا جهد وعندنا مقاومة، ناقصنا المجهول من التيار. والآي شنو يساوي لما نطبق في القانون؟ آي شنو يساوي؟ الفي على الآر. الفي على الآر راح نطبقوها نحن في المعادلة. هنا يجي دور جهاز القياس اللي هو من الأميتر. هنا الأميتر نجي نوصله بالكيفية، بحيث يعطيني الآي. يعني هذا يمثل من؟ يمثل في الاسم هنا الآي أو الآي توتال. الآي تي، هذا الآي تي. لو فرضا حطينا لها قيمة لتكن 24،
الفي هنا الاسم، هنا ننتبهوا، هنا هي الاسم اللي هو شنو الجود متاعنا، احنا نخلوها في انه في وحدة اصلا عندنا، وهنا القيمة، هنا القيمة نديروها 24، القيمة هنا 24 فولت، نعطيه الاوكي، نجيب المقاومة نعطوها كما تعلمنا المرة اللي فاتت ار، حكم ان ار وحدة، ونعطوها شنو، نعطوها قيمة ولتكن 15 مثلا، 15 اوم، نعطيه الاوكي. تو هنا كيف راح نطلع قيمة الاي توتال؟ راح نطلع قيمة الاي توتال عن طريق تشغيل مفتاح اللي هو على اليمين، المفتاح اللي على اليمين في اعلى الشاشة، نضغط على المفتاح يعطيني 1.600 امبير، هذا هو قيمة الاي توتال، هذا قيمة شنو الاي توتال. اذا كان طلع معاك لو فصلنا مثلا الدائرة كي، فصلنا السلك هذا، فصلنا السلك، لو فرضا ان شخص هنا لما قلبت الجهاز، لما تضغط على الجهاز كليك يمين وتدلها روتيت اللي هي تدوير، هذه شو يعطيك؟ هو يعطيك القيمة بالسالب. انت لما دورتها، هنا نحن دورناها وحطينا وعلقت الجهاز وصلته وشغلت المفتاح اللي هو قلنا على اليمين فوق، اعطاني شنو؟ اعطاني القيمة بالسالب. هنا نفصل السلك، وصلنا السلك، طف المفتاح، نفصل السلك، ندير له روتيت، ندير تدوير، تو توصله يعطيك القيمة بالموجب. مرات واحد يستغرب يقول لي النتائج طلع عندي، مثلا النتيجة طلعت عندي بالسالب، مثلا في القيمة كذا، يمكن يكون مركب الجهاز عكسي. راح نخلي، هنحاول ممكن ننزل الشيت اللي هو خاص بالمحاضرة هذه، إذا كان أمكن راح ننزل الشيت، هيكون مع المحاضرة، هيكون بي دي اف، هيكون فيه القانون وكيف تطبق على القانون، اذا كان في، اذا كان جزئية نظري مثلا، اذا كان في احد مجهول مثلا عند المقاومة مجهولة تقدر تجيبه من القانون بتاع قانون اوم. كيف ما قلنا هنا النص بتاعي ينص على ان فرق الجهد الكهربائي بين طرفي ناقل معدني يتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربائي المارة فيه. يعني جيب القانون بتاعك مثلا R يساوي V على ال I، انت تشوف المجهول فيه نوع. اذا كان مثلا عندك المجهول، لو فرضنا ان المجهول يكون عندنا مثلا ال I، ال I شنو يساوي؟ ال V على ال R. تقدر تستخدم المثلث، اسم مثال، تستخدم مثلث تقسمه بالنص المثلث، وتخلي النص اللي فوق فيه ال V ولطا ال R وجنبه ال I. بعد ما